كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. من اجل مواكبه الدخول المدرسي لهذه السنه اللي تعرفوا جميع بانه دخول مدرسي فيه تحدي كبير، تحدي اللي تعرفوا جميع الظرفيه اللي تتمر منها البلاد بشكل عام، وايضا يخلي الصويره الا وهي وباء كورونا الذي لا زال يحصد للاسف الارواح ولا زال يسجل مجموعه من الضحايا ومن الحالات المؤكده، وبالتالي هذا الدخول تيجي في هذا السياق، وهذا تحدي ايضا تاخذه المدرسه المغربيه وتاخذه مدرسه الخنساء ايضا من اجل ربح التحدي كما سبق ان ربحنا تحديات، ولكن هذا لا يعني ان الامر يتم بسهوله، فنعرف جيدا ان الدخول المدرسي في شكله العادي يتطلب مجموعه من التدابير ومجموعه من الاجراءات، وبالاحرى دخول مدرسي في هذا السياق اللي تنعرفوا فيه مجموعه من روزنامه وايضا رسمها الكبير من الاجراءات سواء الاحترازيه او الاجراءات الامان واجراءات السلامه واجراءات التدبير التي تواكب موسم دراسي بهذا التحدي وبهذا الظرفيه الصعبه صحيا. وبالتالي انخرطنا في هذا التحدي وقبلنا بالتحدي من اجل انه غدا الاثنين 7 شتنبير تنطلق الدراسه وفق ما هو مقرر رسميا من قبل وزارة التربية الوطنية، وبالتالي ستستقبل المؤسسة غدا ابتداء من الصباح بشكل تفويج أو مستوى على كل حصة كما هو مقرر بالنسبة للرزنامة التي وضعتها وزارة التربية الوطنية. ولكن قبل ذلك وكيف كما رأيتم أن هذا الدخول لا يتم هكذا من فراغ، فقد تطلب الأمر منا كفريق مصغر، وأقول فريق مصغر جدا، من أن ننجز مجموعة من الأمور والتدابير التي من حقها أن تسهل وأن تضمن السلام والأمان من جهة، وأيضا أن تضمن يعني التدبير في شروطه الضرورية من أجل تعليم هادف وفي جودة مطلوبة. وبالتالي بعد انعقاد مجموعة مجالس لتتهم المؤسسة تم الانكباب على التدابير، ومنها فتح الشراكات اللي من هذا الجانب تنحيي الشراكه ديال جمعيه بسمة وايضا جمعيه الاباء وجمعيه طلع اطفال المغرب اللي بادروا معنا رغم امكانياتهم الضعيفه، وهنا اقول بانه حتى الشراكه الى بين التحدث عليها فهي ليست شراكه بالنيات، الشراكه تتم الان وكما نعرف تتم بالامكانيات وتتم بالشريك، هو فرق بين الشراكه وبين الاحسان، في الشراكه تتطلب انه يكون عندنا برنامج متكامل ومندمج وغير ذلك واستراتيجيه موحده، واستراتيجيه كما تعلمون تفترض او تقتضي ان تكون اهدافنا مشتركه ومحددين نفس الاهداف لكي نصل الى شراكه في استراتيجيتها. وللاسف هنا اتاسف لان مجموعه من الشركاء وحتى الرسميين منهم قد كانوا من المتفرجين، قد نجد العذرة لشريك ولكن لا نجد عذرة لمسؤول، لا أقول قطع تعليم ولكن في قطعات أخرى تقول بأنها أو تدعي أنها تساهم في تطوير التعليم وغير ذلك، فوجدنا أنفسنا كما ترى تنشتغل في أيام الأحد في الليالي وبإمكانيات ذاتية، حتى العالم غيرنا عالم البلاد وعالم البلاد عزيز علينا، فما قيل للأسف حتى السلالم وحتى التليفونات طفاو علينا وتنطلعوا الى اخره في وضعيات تحدي من اجل انه تنطلق العمليه. هذا اقوله حتى نجعلها من المؤسسه، وان كان من يفترض ان المؤسسه التعليم ستمر لوحدها فهذا وهم، فالانخراط في التعليم يجب ان يعطى للتعليم وللمدرسه
أولويتها وأن تكون في صلب المجتمع، ليس بالادعاء وليس بالخطاب وليس بأخذ الصور، بل بالمبادرة بوضع اليد في العجين كما يقال. وفي هذا يمكن أن نطور التعليم، ويمكن أن نتحدى وباء كورونا، ويمكن أن نتحدى الجهل وما أحوجنا إلى هذا التحدي. فيفترض فينا أن نكون جميعا داخل المؤسسة التعليمية ومن أجل المؤسسة التعليمية، ومن يقول أن المؤسسة التعليمية هي معزولة فذلك خطاب واهم، وذلك خطاب لن يزيد بنا إلا في وضعيات مأساوية. في إطار التدابير الاحترازية لمحاربة كورونا، من خرجت جمعية بصمة الخير للشؤون الاجتماعية والتضامن بالصويرة الجديدة بشراكة مع مدرسة الخنساء لأجل إنجاح ومواكبة الموسم الدراسي الجديد، وذلك بقيام بمجموعة من الأعمال التي من شأنها أن تكون إضافة للتلميذ، توفير المعقمات ومواد النظافة، توفير تشوير، العناية بصفة عامة بجميع مرافق المؤسسة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.